مرحبا راشد. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله كويس. مبروك الصداره للمره الرابعه. الله يبارك فيك، مو شيء غريب. ايه بس هو بس ستريس، لو بتخفف لنا شوي ستريس قبل الحلقه وقبل المباشر على انه خلص هذا الاسبوع رح اظهر، وهذا الاسبوع في مؤامرات ضدي. عصيره مؤامرات ضدك انت، هذا التحدي تبع هذا الاسبوع راكب 100% عليك. لا انا اصلا الموضوع هذا لانه انا مريض، يعني احتاج صحه عقليه اصلا. عايز صحة. طب يلا خبرنا لكينا كيف بنحله لهالموضوع بهذا الأسبوع. أنا ما لقيت حل لنفسي عشان ألقى حل للموضوع إلى الآن. يعني ما في فكرة؟ لا إن شاء الله أنت بتساعديني وبتطلع فكرة. طيب وين بلشت تعمل ريسيرش؟ يعني ما في شيء واضح يعني. طيب شو في؟ عملت ريسيرش عن شو؟ عن الموضوع. إيه؟ مثلاً عن الألوان، إيش تأثيرها؟ يعني بس هذا الشيء الوحيد اللي طلع معك؟ ممكن انه فيها، يعني انا حاستك انه تقلك بكل صراحه ما عمل ريسيرش مضبوط. اول شيء انا ما كنت فاهم ايش التحدي، وبصراحه لما سويت بحث عن التحدي بما انه انا ما فهمته فلقيت مواضيع كثيره فما فهمتها كويس. جاييني بانه هيك انه قريت شغلتين وما عندي فكره، ما عمل ريسيرش مضبوط، لانه لو عمل ريسيرش مضبوط راشد كنا طلعنا بافكار اكثر. اقرب شيء يعني اقرب فكره للالوان، يعني لانه انا سويتها في المره اللي فاتت اللي هو الادمان، سويت الالوان، فاقرب شيء لقيته هو الانفصام. غرفه مثلا بيضة كامله ويكون ارسم فيها اوجه. اوكي بس هل رح يوصل المسج؟ يعني هل انا اذا انا عم بحضر الفيديو رح افهم انه انت عم تحكي لنا عن الانفصام، ولا انت بس عم ترسم كذا وجه على حيط ولا على وين ما كان؟ لا بكتب بدايه الفيديو الانفصام مثلا. أنا ما راح أتكلم، مستحيل أتكلم. بعرف بس أنت قصدي إنه إذا كتبت بآخر الفيديو انفصام عم ترجع تكرر كذا شغلة عملهم قبل. بما إنه سليم ما فهمت فأنا خفت من الشيء هذا، وأكيد إنه الناس ما راح تفهم إيش الشيء هذا، أو لجنة الحكم ما راح تفهم إيش الشيء اللي أنا راح أسويه، يعني بما إن الموضوع شوي حساس. فاللي بدي أطلبه منك هو إنه ترجع تروح تعمل ريسيرش بعد، وبرجع أنا بقعد معك بعد شوي وبنشوف شو معقول. يعني تساعديني؟ أكيد راح ساعدك، أنا في شي مرة ما ساعدتكم، بس لحديد هلا بديك انت هلا تروح انت تساعد حالك اول شيء وتعمل ريسيرش مزبوطه، بنرجع نقعد انا وياك بنشوف الريسيرش بنشوف وين معقول نشتغل وبنشتغل على هالاساس. بس انه مو شرط انه كل مره اخذ الاول انه هذا الشيء ما يخليني افكر، بالعكس انا لسه في تحدي للان، وتحدي مع نفسي اكثر شيء، يعني مو جالس اتحدى مع احد، في وقت انه ابحث في الفيديو اكثر وان شاء الله بطلع نتيجه. أنا went viral on Facebook. دائماً كان عبالي أتسلى أعمل شيء بحبه، وضل أضحك مع أصحابي، ضل عندي هالفايب البوزيتيف دائماً. بقى قررت جرب حظي بالكوميدي. إذا تذكروا غنيت أدال انشهرت كتير هلو، عملت أول شيء فيديو عليها وكتير كتير كتير ضربت على البرايفت كاونت تبعي. بقى قررت أعمل بيج لقالي فيسبوك وكفيت بهالساركازم اللبناني اللي بي أكتر شيء بيحبوا اللبنانيين لما نتمسخر ونتضحك على اللبنانيين. كوني أنا لبنانية ونينو فينيانوس هو بيعمل فيديوز عن السوسايتي اللبنانية، فكتير محمسة لشوف اليوم شو راح يخبرنا عن هز اكسبيرينس ونشوف كم فيديو لقلو. ومش حالي، أنا عملت كذا فيديو ورا بعض وضربوا كتير، هلا صار عندي شيء 40,000 على الفيسبوك، وهلا رجعت طلعت على الانستا صار عندي شيء 8,000 بالشهر بركي، طلع كتير بسرعه على الانستا كمان. هو دائما ينتقد الشارع اللبناني او يتكلم عن نكات الشارع اللبناني، فالناس حبتها بسرعه، فهذا يوصل لنا فكره انه انت لازم تركز على اودينس معين، تعرف مين جمهورك
وتوفر لهم اللي هم بدهم اياه. لقيت في تشجيع من اهلك او اصحابك او مرتك على هيدا الشيء اللي انت عم تعمله ولا قالوا لك بلاها وابعد عن الموضوع وشو بدك فيه؟ هلا اول شيء انه بلشوا يتسالوا انه ليه عم تعمل هيك شيء، بس من انا وصغير كنت ضل ضحك، كنت ضحك كثير بالمدرسه بالجامعه حتى هلا يعني مع اصحابي. فهموا شوي الايديا اللي عم تظهرها، ودائما بفيديو انا بجرب وصل مساج، يعني مش بس بعمل فيديو انه عمل فيديو. طبعا مهمه جدا بنتبنى ان احنا نقابل شخصيات لسه بتطلع على السوشيال ميديا او بالطبع خلاص طلعت على السوشيال ميديا علشان نقدر نستفيد من التجربه بتاعتهم، نعرف ايه الاخطاء اللي هم وقعوا فيها من التجربه بتاعتهم ونحاول احنا نتفاداها، نعرف ايه الحاجات اللي زادت من سرعه الشهره بتاعتهم او الحاجات اللي اشتغلوا عليها بحيث احنا ناخد خطوات اسرع يعني. My dog is actually in every video. We don't mind. Just okay. طيب عن جد كيف بكون بلبنان هيك العالم بالجيم؟ بلبنان وين ما كان يعني، بس بلبنان في كتير هيك. ايه انا باخذ الشغله الهينه كتير يعني بتشوفها قدامك، بشي بحطها بفيديو بطريقه هينه وسهله، هيك بيحبون اللبنانيين، ما خاصه اللبنانيين ما بيحبوا القصص الكومبليكيتد اللي بدك تفهمها ما بدك تفهمها، بيحبوا القصص اللي يعني هذا الساركازم اللبناني ما بعرف اذا برزت شيء. انا ضحكني صراحه يعني ما كان بس خاص بالشعب اللبناني، اي واحد يروح للجيم حيشوف هيك نماذج وسواه هيك بطريقه سخريه حلوه، ما قلد على احد معين بس بشكل عام، فكثير حبيته. اغلبيه الكوميديا اللي انت بتقدمها بتقول لبنان 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 لبنان، فهل انت اتحطيت في موقف قبل كده ان انت مضطر انك تقدم كوميديا بس الثقافه غير ثقافه لبنان؟ رحت صوب الفرنسويه شوي لانه سافرت شوي على فرنسا، بقى تمسخرت على الفرنسويه كمان مع اللبنانيه، يعني كيف اللبنانيه بيحكوا فرنساوي كيف فرنسويه بيحكوا انجليزي او عربي. يعني انت بتدرس ثقافه البيئه الثانيه الاول وبعد كده بتبدا تشتغل على تبدأ تشتغل عليها من ناحية الكوميديا، صح كده؟ مظبوط. مش بس كل همي ان انا الجمهور المصري يتفرج عليا، انا مهم جدا بالنسبه لي ان انا اوصل للوطن العربي كله. ولاحظت من نينو ان هو قبل ما بيتكلم على الفكره بتاعته بيدرس الجمهور بشكل كبير جدا، بيعرف الجمهور سواء الجمهور بتاع بلده او خارج بلده بيفكر ازاي علشان يقدر يوصل له الفكره، وهو ده اللي مطلوب. انت لما تسوي الفيديو يعني قبل ما تسوي الفيديو انت من وين تطلع الفكره، او انه يصير في موقف او يصير سبب انك تسوي الفيديو هذا او كذا فجاه انه يصير معك؟ انا اللي بعمله يعني لو شو ما شوف بايده براسي باخده بصير فكر هيدي منيحه هاي مش منيحه، ومن اساسها بعمل فيديو وبشوف اذا فيها تزبط ولا لا. ده اثبت لي اكتر ان النجاح على السوشيال ميديا مش معتمد على طريقه التصوير وطريقه الاخراج والمونتاج والاضاءه، لا بالعكس السوشيال ميديا محتاج فكره كويسه، شخص عنده قبول بشكل كبير، عارف يعرض المحتوى اللي عنده بشكل سريع. اول ما تفكر مثلا بسوي الفيديو هذا مش اول شيء تسويه؟ اول شيء بفكر شو بدي اكتب، مرات بكتب مرات اي امبروفايز، بعدين بحط الكاميرا بجرب اي تيست، برجع باخذ كاميرا بشوف الفيديو بشوف شو فيه غير، برجع بعيد برجع بعيد برجع بعيد برجع بعيد لتزبط، بنزلها اذا زبطت، اذا ما زبطت ما بنزلها يعني برجع بعمل غيرها. دي انا واغلبيه الموجودين قبل البرنامج ما كناش وصلنا للمرحله دي، كنا لو في مشكله في الفيديو مش مشكله يترفع زي ما هو، انما بعد كده لازم ناخد بالنا من كل التفاصيل اللي موجوده في الفيديو. بس كنت اقول لكم شغله انه نيفر نيفر جيف اب، يعني لو شو ما عم تعملوا دائما دائما خليكم بذات الفكره وماشيين فيها بذات الطريقه، حتى اذا في كثير ناس قالوا لكم لا ما بتزبط هيك خليكم رايحين فيها وصدقوني رح تزبط بالاخر، يعني كل شيء كل شيء كل شيء بده وقت، ما رح يجي هيك. في ناس بيطلع لهم حظ هذا 1 ان مليون، بس دائما براسي بقول اذا ما اشتغلت ما رح توصل. انا كثير بحب الناس اللي بدأوا هيك فجأة او اشتهروا بطريقة سريعة وكملوا على هاي الشهرة، فكانت فرصة جيدة. اكيد بدي اقول لكم جود لك لهالاسبوع وان شاء الله كلكم تنجحوا. تحدي جديد، وهيدا الأسبوع عندي مسؤولية كبيرة لأنه عطول الجوري عم بيلاحظوا أني عم بتقدم، فحابة أنه خليهم يشوفوا بعد تقدم من خلال الفيديو اللي رح أقدمه هيدا الجمعة. هلأ رح خبر سيلين عن فكرتي اللي أنا كتير حبتها، وإن شاء الله سيلين توافق عليها وننفذها.
شو خبرينا شو فكرتك هذا الأسبوع؟ الفكرة هي إنه أقدم ريميديز عن الديبريشن أنكزايتي وستريس. أوكي. بس إنه نت إنه يكون طبيعي. بيطالوا مين؟ الكاتيجوري يعني اللي بيكونوا بالجامعة أو كتير منيح. أوكي. إيه. أوكي. لأنه كتير بنتعرض بيتعرضوا يعني لهالشي من وراء الفحوصات الكتيرة والضغط وهيك. رح أقدم أشياء تكون ناتشرال أشياء جديدة يعني. مش سامعين فيها قبل أوكي. بس انه راح اقسمهم بطريقه هيك تكون واضحه أوكي. وتفيد اوكي صايب الموضوع 100% برافو ان كان بالفئه تبعيتك او كيف عم نعالجه او مين الجمهور اللي عم نتوجه له. انا ثقتي كبيره بسليم لانه كل ما خبرها عن فكره او شيء بتفهمني يعني هي كثير مطلعه على اشياء من كل النواحي فنيناتنا بنصير نحكي وبنتوصل لنتيجه كثير حلوه. برافو. ثانك يو. برافو. يعني حلنا بعد هالقد وقت هيك توصلوا بفكره 100% ظابطه. هلا التطبيق تبعولها بده يكون رائع. اوكي يلا موفقه. ثانك يو. كل اسبوع عم بتزيد ثقتي بنفسي لانه اذا طلع حالي اول جمعه وهلا بلاقي حالي انه كثير تطورت وهذا الشيء عم بزيد لي رغبه انه اعمل اشياء احلى. وهيدا الجمعة كمان قررت انه اعمل شيء يبهر لجنة الحكم. مرحبا نور. هلو. كيفك؟ مليحة. منيحة. الفيديو تبعولك كان مهضوم هداك الأسبوع. هذا الأسبوع؟ شو؟ 70. الفكرة تاعي هذه المرة رح نحكي على ستريس. على الضغط النفسي. كاين بزاف ناس في الخدمه تاعهم ولا كيكونوا يدرسوا يتعرضوا للضغط اليومي اللي ياثر عليهم على المدى الطويل. كي يسافروا كاين دراسات بينت باللي نتاثروا للستريس نتعرضوا للستريس لكن ستريس مفيد. الفكره اللي اعطيتيني اياها هي مركزه اكثر على الموضوع تحدي وقال على السفر. ما عم تعطيني تيبس لحدا سافر، انت عم تيجي تقولي لي انه انا عندي ستريس كل يوم، تخفف من هذا الستريس لازم سافر. ما قلتي لي وين سافر، ما قلتي لي شو اعمل، ما قلتي لي وين روح اكتشف، ما فرجيتيني شيء خصو بالسفر. اوكي، الفكره تاعي هي نبداها ب 15 ثانية الأولى نتكلم شوية على الستريس ومنها، نصور روحي مثلا في مكتب ولا نهضر على الستريس، من بعد نخرج نحط صور تاع اماكن شابه كيما مثلا بالي لي مالديف ولا الاماكن اللي كامل نحبوا نروحوا ليهم باش نريحوا. ما بدي تمثيل بالفيديو، ما بدي فرجي ناس قاعدين بالشغل ومعصبين. حتى لو اول 15 ثانيه رح يكونوا هيك بس انت مش فلوجر، منك عن فئه الفلوجر. بدي اياك توريها اكثر للفكره، بدي افهم مزبوط كيف مبلشتيها كيف مكفيتيها كيف خلصتيها لحتى اقول لك اذا عن جد اوكي ولا في شيء بدنا نرجع نشوفه فيها. بما انه بقينا برك سبعه في البرنامج فما بقاليش وقت اني ما تكونش عندي فكره ولا نتكل واحد ما يخدم خدمه أسوأ مني ولا لانه الكل اكيد راح يطلع بفكره شابه فما بقاليش وقت اللعب ووقت الحاجه الجديه. هاي. Hello. كيفكن؟ نحن مرت الماضي إذا بتذكر اشتغلنا على المشاهد تبعنا لو كنا قادرين نتخيله كإنسان كيف بيكون شكله. اليوم بدنا نتخيل الفئة تبعنا كشخصية. أوكي؟ فحتاخدوا 5 دقايق أنتوا على دفاتركن تكتبوا كل شيء بتعرفوه أو توصفوا الشخصية اللي ورا فئتكن. ما مفكر بيها أنا قبل أو كاتبها على ورقة ومحدد أنا منو على الكاميرا. هل أنا شخص مختلف؟ يعني حتى احتمال هسه دا أتكلم على الكاميرا أنا مو هيك بالحقيقة. فحلو إنه واحد يفكر بهاي الأمور ويسجلها. راشد، شو الفرق بينك وبين الشخصية اللي كتبتها هلا؟ صيغة الفيديوهات التي أقدمها وشاهد صامت لكي يستمتع الشخص بالفيديو المقدم، والعمل الذي أقدمه هو الذي يتكلم سواء بالحركات بالألوان بالرسمة أو بالموسيقى. أوكي، بدي أتعرف على الشخصية بس إذا فيك توصف لي هذه الشخصية بثلاث كلمات شو بتقلها؟ ثلاث كلمات. ثلاث كلمات. صامت.
موهوب شكرا. متفائل. متفائل؟ على مستوى شخصي جالس احاول اني اتطور ويعني احاول استفيد اكثر وحلو الصف حقك. سمر اوكي بكون هابي بيرسون، انا بضل مبسوط وصوته هيك رايق بيروق الاعصاب يعني وبياخذك على عالمه يعني بينشر العادات الهيلثي وهيك الاشياء مثل مثلا الفيزيكال اكتيفيتي اليوغا المديتيشن الاشياء اللي بتروق الاعصاب. مثل ما عودتنا يمنى بس تجي بتخبرنا عن كل مره عن شيء جديد بال يعني طريقة الكتابة والإبداع بالكتابة. على الصفحة اللي بعدها بديكم تكتبوا ليست أشخاص أنتوا بتلحقون بيعملوا الشغل اللي أنتوا بتعملوه، شو هن الأشياء اللي بيعملوها، شو هن الكلمات اللي بيستعملوها بالفيديوز تبعهم، وبديكم تحطوا ليست وش بعدها of likes and dislikes، شو هن الأشياء اللي بحبها بالشغل اللي بيقدموها والناس، شو هن الأشياء اللي ما بحبها بالشغل اللي بيقدموها والناس. الشخص اللي أتابعه جيريمي جونز، اللايكس اللي أنا أشوف نفسي قريب عليها إنه بيحكي سمارت جوك، بيحكي نكتة ذكية قبل ما يبدي الريفيو، عادة تكون من حياته اليومية بس لها علاقة بالفيلم، بس أنا أحس مرات إذا أنا أسوي يطلع هيك ما أدري مو حلو. ما إنه زابط مع البرسونا تبعك. هيك أحس. يعني بدك تلاقي سيجنتشر، أوكي بدك تلاقي سيجنتشر لإلك. في كذا لاير لشو بيدخل أو شو بيتضمن الفيديو تبعكم، منه هو المضمون، منه هو شخصية المشاهد اللي أنا عم بكتب كرماله، وثالث لاير اللي هي أهم وحدة هي الشخصية أنا. الشخصية أنا اللي بالفيديو، إذا أنا ما بعرف هيدي الشخصية رح يطلع كتير فاضي، رح يطلع فلات. احنا هون كل مره شخصيه، كل فيديو شخصيه. طيب بده يكون في شخصيه موحده بكل الفيديوز لاعرف انا نور الدين، انا المشاهد اللي بنبسط اللي بنطر فيديو نور الدين لينزل. الصف تاع يمنا مهم بزاف لينا الكرييتيف رايتنج، احنا كسوشيال ميديا انفلونسرز مهم لينا في التحدي ومهم لينا خارج التحدي. من بعد اسبوع لاسبوع التحديات راهي تزيد ومهم بزاف نستعملوا وش هي راهي تورينا، خصوصا انه في الصف تعطينا تمارين نعملوهم ومن بعد نزيدو نتناقشوا معاها وتصحح لنا ربما ولا تناقشنا فيهم، وهذه الحاجه مفيده بزاف. اليوم اشتغلنا على الشخصيه اللي نحن عم نعرضها وحكينا شوي عن اهميه انه نحن نكون اوفياء للشخصيه اللي خلقناها، لانه المشاهد عم يرجع كرماله قبل المضمون وقبل القصة وقبل نحن شو عم نقدم، عم يرجع كرمال هيدي الشخصية لأنه لقى فيها صديق أو لقى فيها شخص مبسوط يقضي وقت معه. أوكي؟ فأنتوا عم تخلقوا المضمون تبع موضوعكم هالأسبوع، خلوا ببالكم إنه هيدي الشخصية بدها تكون وفي لإله وبدها تكون هي اللي عم بتقدم المضمون، مش أنا راشد أو أنا سمر، لا الشخصية اللي هي موجودة بهذا الفيديو. All right. Thank you.